أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. الحكيم يفسر تأجيل البث في جلسة انتخاب رئيس البرلمان ويدعو إلى إبعاد الاتحاد عن السياسة. السوداني يجتمع بمجلس نينوى في سنجارة، وضوء أخضر لبدء الإعمار وعودة النازحين. أكثر من 100 معتقل إثر نزاع عشائري يودي بحياة مدير الاستخبارات في ذي قار. قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم إن المحكمة الاتحادية بتأجيلها البتة في جلسة انتخاب رئيس البرلمان وكأنها تريد أن تقول لا تقحمونا في قضايا السياسة. وخلال حوار خاص معه ضمن جلسات ملتقى الرافدين، شدد الحكيم على ضرورة إبعاد المحكمة الاتحادية عن المرافعات في شؤون ذات صبغة سياسية وأن تنشغل الأحزاب بذلك. وفي جلسة حوارية سابقة لملتقى الرافدين، قال السفير البريطاني لدى بغداد إن الدولة العراقية ليست قوية بما يكفي لحماية السيادة على الرغم من وجود الموظفين المتفانين. السفير ستيفن هيتشن ذكر أيضا أن التعددية في العراق يمكن أن تكون مصدر قوة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ركز على إدخال إصلاحات في المؤسسات. واجتمع السوداني اليوم بمجلس نينوى في قضاء سنجار غربي المحافظة، وقال رئيس الوزراء إن عقد الاجتماع في سنجار بمنزلة رسالة للأهالي عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة بعد تخصيص 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في الموازنة الاتحادية. كشف مصدر سياسي عن ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى، وذكر المصدر أن المفاوضات مع بقية الكتل بدأت للاتفاق على شخصية المرشح وإقناعها للتصويت عليه قبل تحديد موعد انعقاد مجلس المحافظة وتشكيل الحكومة المحلية. ألقت قيادة شرطة ذي قار القبض على 105 متهمين بنزاع عشائري اندلع الليلة الماضية داخل قضاء الإصلاح، وفرضت القيادة طوقا أمنيا حول القضاء وحظرا للتجوال فيه، بينما ضبطت أسلحة خفيفة ومتوسطة بعدما أودى النزاع بحياة مدير الاستخبارات في ذي قار العميد عزيز شلالة. للمزيد تابعوا منصة يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي.